السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيام لها تاريخ، نتحدث عن تاريخ شوارع المنصورة العتيقة، إحدى شوارع الحسينية العتيقة. هذه العمارات نتحدث مع أحد أبناء الشارع. السلام عليكم. اسم سيادتك؟ أحمد حكيم عز. الحاج أحمد حكيم. الشارع ده سيادتك اسمه إيه الشارع؟ شارع النقراشي. شارع النقراشي باشا. طيب انت سبق وقلت لي ان اليهود كانوا يعني في الحسينية، حتى ان اسمها كان اسمها كانت تحمل اسم اليهود، كانت تحمل اسم حي اليهود. وبناء عليه موشى ديان يقال ان متربي او مولود هنا. طب عايز برضو تضيف حاجة، أي ذكريات عن المنطقة كانت؟ اسمها الزمن الجميل. ذكريات الزمن الجميل. ذكريات الزمن الجميل، أيام ما كانت الناس بتحب بعضها بعض. وكان فعلاً فعلاً. وكان كل بيت فيه يهودي أو فيه مسيحي أو فيه نصراني وفيه مسلم، كنا كلنا أهالي مع بعض. يا فندم، ما هي المسيحية اليهودية ما هي ديانة. جميل. والمسيحية ديانة. إحنا بنتكلم على لا إله إلا الله محمد رسول الله. كنا كلنا بنحب بعض. أيوة. دلوقتي لما المادة طغت كل واحد بقى في حاله. لا، وبعدين انت ما تنساش ان بعد وعد بولفور، ما هو اليهود كانوا حتة مننا. جميل. زي ما المسيحي عايش معانا. زي المسيحي كان يهودي. كان ولكم دينكم ولا دي الوطن للجميع. الدين لله والوطن للجميع. اما هم ما بقوش عصبة، حتى ما مش هم يهود. احنا اللي بيعملوا ده اسمهم صهاينة، اللي بيأذونا اسمهم صهاينة. اما اليهود الناس اللي عايشة معانا، اللي بتؤمن بربنا، والمسيح اللي بيؤمن بربنا ان في اله، ما هي دي لهم كتب سماوية. اليهودية كتاب سماوي، والمسيحية لها كتاب سماوي. واحنا طبعا الاسلام خاتم عليه الصلاة والسلام، خاتم الرسل. كلها. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فحاجة جميلة. لا، كان في محبة. كان في محبة. احنا كان لنا بيت في كفر بدمس هنا، كنا مأجرينه باتنين جنيه. زي ما نسمع ان العمارات هنا كانت متأجرة بقروش زهيدة. بتمانين قرش. بتمانين قرش وبسبعين قرش، واخد بالك. كانت العملة سهلة زمان، لكن الدنيا بقت صعبة. ايوه. اتحكمت فيها وطغت فيها المادة. لما طغت فيها المادة الناس بقت كلها في حالها. ايوه. العدلة في صلة رحم، واخد بالك. ولو وعد النهارده الاخ بيسال على اخوه. طب انا هستاذن سيادتك، ما يكونش ده من علامات القيامه؟ الله اكبر. لا، ما احنا بنسمعه. ما دي من العلامات الصغرى اللي بنسمعه من العلماء. قطع الرحم اللي بنسمعه من العلماء سيادتك. قاطع الرحم. ايوه. قاطع الرحم ملعون. قاطع الرحم. قاطع الرحم ملعون. وعلى فكره من علامات القيامه قطع الرحم. قطع الرحم حتى الجار مع جار. والاخ مع اخوه. الاخ مع اخوه، والاب مع ابنه، واخد بالك. واخد بال حضرتك اللي بقى فيه يا فندم ده، حتى انا مدير مدرسه. مفيش لا الطالب راضي، ولا المدرس راضي، ولا الناظر راضي، يعني ولا المفتش. يعني انا اشتغلت راضي. مدير مدرسه اربع سنين. واشتغلت موجه سنه، ومع كده الواحد حاسس المدرس اللي ما كنتش بشيله كده اقعده في الفصل، بعضهم الا ما رحم ربي. يعني فيهم طبعا ناس شرفاء. البدايه ان انت تصلح ضميرك. صلح ضميرك الاول، وبعدين تقلب تطلب. إذا ضاع الإيمان فلا أمانة، ولا دنيا لمن لم يحيي دينه. لا والله، ذكريات جميلة من شارع النقراشي باشا بالحسينية، الشوارع العتيقة. طب العمارات دي مش ممكن تصميم مصر؟ لا لا، اليهود كلهم. يعني هم الناس اللي مصممينها. الست عمارات دول جاليات. الست عمارات صاحبها واحد. كانت الملك واحد بس. يهودي. طبعا الكلام ده بتسمعه من والدك. من جده ومن جدك، واخد بالك. فما كانش في حد يورثه، في الحكومه ايه بقت اوقاف تابعة ليه. اما الدوله حتى تقضي عليها. وهي عاجلا او اجلا هيتم بناء عمارات مكانها، لان ما باقى الا بقت وقف الوقت حاجه. بقت وقف، ما ينفعش حد يتدرب. يعني 120 سنة. يعني هي من 1000 من 1910 مثلا تقريبا. واخد بالك. يعني تغيرت عليها اجيال كتير. بالظبط. لا، وما زالت انها حاجه مبنيه